اتفضل. انت بتهزر يعني. طيب دلوقتي انا حابه اوجه رساله لعبده. ثانية واحدة، انا شغل انا مستنيكوا بقالي سنة. طلعت خساره فيك الصراحه، وطلعت ان انت فعلا ما تستاهلنيش، وان انا فعلا ما استحقش ان اكون معاك اصلا بمعاملتك ديت اللي اتغيرت فجاه. ف انا حابه بس اوجه له رساله كده من اغنيه، والاغنيه دي نزلت النهارده بتاعتي، اسمها ما طلعتوش رجاله. فنقول له ايه بقى؟ ما طلعتوش رجال ولا سفين شغال، وانا لعبكو حاضر هنقضيها ندال. ما طلعتوش جدعان غدر واسوأ كمان، دايما تنكروا خيري واللي عملته زمان. الاغنيه دي انت روتانا، واتمنى بقى طبعا الكل يروح يسمعها، يعني يعتبر الاغنيه دي كلها موجهه لعبده. طب ليه ليه طب ايه ايه اللي اللي حصل؟ حصل؟ ايه اللي حصل مع عبده؟ ايه اللي حصل مع عبده؟ انا في مكالمه تليفون جات لي، بفتح فلقيته عبده خطيبي، فبرد عادي بقول الو بتاع، لقيت في زعيق وفي كلام كده بيتقال، اللي هو انت عاجبك اللي بيحصل ده، وانتي 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 وانتي، انت ازاي تسكتي على حاجه زي كده، انت ازاي ساكته ان الناس بتقول لي يا اكيد كذا ويا انت كذا وانت مش لا عارف ايه. قولي بيقول لك ايه ما هو الناس بتقول انا ايه؟ هزيد الناس كلام، بتقول ايه؟ لا في ناس بتطلع بتقول له يعني بتكتب على الفيديوهات اللي هو انا لوحدي، او انا معاه، او هو لوحده، او انا وجيكا، او احنا التلاته. فاللي هو الموضوع طلع اللي هو ايه، الناس بدأت تكتب فين كيس الجوافه، فين مش عارفه ايه، فين الاريال بتاعها دوت، فين الاستاذ اللي ماشي معاه، فين خطيبها طب كده. انت ايه ذنبك في الموضوع ده؟ ذنبك ايه؟ ايه ذنبي في الموضوع؟ ان انا ما اعرفش الصراحه. هو كل دوت لان انا كملت، انا كملت يعني، انا بعمل فيديوهات سؤالتك مع سؤال جيكا. جيكا مش واحد غريب، جيكا احنا التلاته، المشكله ان احنا التلاته طلعنا في فيديو واحد، وقلنا ان احنا التلاته ولاد شركه واحده. هو طلع امبارح في فيديو وقال ان يا منى انت ما تلزمينيش وانت وانا اللي طلعتك، الكلام ده ايه ردك عليه؟ هو انا فعلا معترفه ان انا فعلا ما كنتش معروفه على السوشيال ميديا خالص، بس عبده برضو كان مريح الفتره اللي هي قبل كده ديت خالص، كان مريح خالص، كان بس يعني اوردرات افراح بس، لكن السوشيال كان نايم فيه. فانا اللي انا كنت في مناسبه عند استاذ شريف ساعه سبوع ابنه، وعبده جه متاخر وانا كنت جايه برضو من شغل متاخر، فعملنا فيديو سوا. يعني استاذ شريف طلب ان انا وعبده نعمل فيديو سوا، فغنينا اغنيه انا مش مرتاح. الفيديو نزل عادي، انا مطربه وهو مطرب، ونزلنا فيديوهات عاديه. فالفيديو جاب في اول كام ساعه كام مليون علينا قوي. تاني يوم في استاذ شريف قال ايه ده، يعني دول ضربوا كده ليه؟ فاحنا شكينا، قلنا طب ايه ده وازاي. فعملنا نفس الاغنيه بس في لوكيشن تاني. تاني يوم نزلت جابت 15 مليون في اول كام ساعه، فالناس بدات تحبنا، خطبتكم امتى، مش عارفه ايه الكلام ده. فطبعا بس هو بقى بيقول ان عبده هي طلعت على قفايا. لا هو مفيش حاجه اسمها تاني. منى قولي لي، انت جبتي له عربيه في عيد ميلاده، دلوقتي انتوا انفصلتوا، هل هتاخدي الهدايا بتاعتك ولا ايه الموضوع؟ ما اكيد طبعا كل واحد هيطالب بالهدايا بتاعته. جاب لك دباديب يا منى؟ لا ما جابليش دباديب خالص. وانت جايبه له عربيه؟ عربيه وكوتش كنت عاملها من ميلاده. ده الكوتش شكله ايه السبب الرئيسي في الانفصال يعني؟ انا شايف السبب تافه يعني، مش مستاهل. السبب الرئيسي في الانفصال. السبب الرئيسي هو عبده اقتنع بكلام الناس، خد بكلام الناس، ما اعرفش ليه، مع ان انا وعبده ماشيين على يعني لو انا وعبده على كده بقى، لو كنا ركزنا في الكلام من الاول ما كناش اصلا اتخطبنا من البدايه. يعني هو الجواز ما كانش حب، هو كان مصلحه. لا 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 مش كده، يعني كلامك كده، هو كلامك معناه كده. هو لما سابني على حوار الترندات وعلى حوار الكومنتات، ممكن يكون كده فعلا. طب هو مفيش سبب تاني ولا هو ده السبب الوحيد؟ لا هو السبب الوحيد هو ان هو بيغير يعني؟ كومنتات الناس. لا هو مش عشان بيغير عليا، انا حابه بس اوضح الحته دي. هو آه. مش بيكلمني على حوار اللي هو غير عليا، لا، اللي انت ازاي ساكته لغايه دلوقتي مكمله فيديوهات مع جيكا او مع كذا وكذا وكذا، طب ما دي غيره. ايا كان، وساكته على كلام الناس، يعني دي سايبه الناس تشتم وبرده مكمله معاه في الفيديوهات. طب ما قلتليش ليه المفروض اعمل ايه؟ ما هو مش حوار المفروض اعمل ايه، انا وجيكا ولا شركه واحده، عبده بيبقى في شغل مش بيجي على طول. فانا وجيكا بننزل فيديوهات سوا، جيكا بيصور ان انا بصور مش عارفه ايه كده، فده شغلنا بس احنا انت شركه مع واحده. حد. احنا في البدايه اتعرفت مع عبده واتخطبت انا وعبده، ايه فالناس حبتنا زياده. في الاول احنا ركزنا مع كلام الناس، قلنا ايه كلام الناس مش يعني ملوش فايده، يعني مش هركز معاه طول ما احنا بنحب بعض ومركزين مع يعني شغل بعض والكلام ده. الجهر فاللي هو عادي. طب العربيه بقى انت كنت جايبها لها موديل ايه؟
طب قولي لي بقى الفلوس غيرته لما بقى نجم، الفلوس غيرته حسيتي بكده؟ عبده يعني عبده غاب عني فترة، عبده غاب عني فترة كبيرة قوي. الفترة اللي انا كنت بظهر فيها مع جيكر، لان جيكر كان بيجي الشركة وبنصور فيديوهاته وبننزل ومش عارفة ايه الكلام ده كله. فالناس زادت كلام بقى، فين وفين وفين كيس الجوافة وفين مش عارفة ايه، والناس بتدي فمكالمة التليفون بقى جات لي من ساعتها. فانا اتصدمت، طب اللي هو ايه ده، طب بتكلم بالراحة، طب بي بي بي. لا انت ما تنفعنيش، طب انت مش عارفة ايه. انت عاملة اغنية دلوقتي ما طلعتوش رجالة، عاملها تقصدي بيها ايه بالظبط؟ يعني وضحي لي ادينا منها حتة كده. ما اول حاجة انا غنيتها. لا تاني بقى. تاني عشان الناس تعرف بس. ماشي نقولها تاني. ما طلعتوش رجالة والاسفين شغال، وانا لعبكو حاضر هنقضيها ندالة. ما طلعتوش جدعان غدر واسوأ كمان، دايما تنكروا خيري واللي عملته زمان. طب ايه ردك ان الناس بتقول ان كل ده كذب وفيك ومفيش اي حاجة من دي، ولا خطوبة ولا جواز ولا عربية ولا دباديب؟ جابلك دباديب؟ لا مجلوش دباديب. ايوه سواني، بس مش الناس هي اللي بتقول ان ده فيك. ده كلام الناس مش كلامنا، يعني مش احنا اللي قلنا كده. طب ردك ايه بقى بعد الانفصال دلوقتي؟ يعني بتقولي لهم ايه يا جماعه ان احنا؟ انا حابه اقول بقى ان بجد يعني سيبوا كل واحد في حاله، ومحدش ركز في حال التاني. ويا ريت يعني الكلام يعني ممكن يكون كلامهم دوت ما مش غيروا لا مش كده. هو اللي خلاه يتعصب عليه بسبب حوارات الكلام. طب انت خلال الفتره اللي فاتت كنتيش واثقه انك ما تستنى، خلال الفترة اللي فاتت ما كنتيش واثقة بحبه ليكي؟ يعني ما قالكيش، يعني كان بيقول لك اكيد يعني في قعدة صفا انا بحبك مش هسيبك ابدا؟ اكيد ده كان بيحصل، بس اليومين اللي فاتوا دول حاجات بقى الغريبة اللي حصلت دي. الناس برضو مش عارفاك، ممكن تعرفيهم نفسك بصوتك اللي بتسأل عليك. مين دي؟ مين منا؟ مين منا؟ انا منا ادري، عندي 17 سنة. قوليلي يا منى، الناس بتقول ان انت صغيره انت وعبده على الكلام ده. لا اغنيه ثانيه يا منى. الناس بتقول ان انت وعبده صغيرين على الكلام. انت عندك كام سنه؟ 17 سنه. قلبين السوشيال ميديا انت وعبده بقى لكم، عشان الحاجات دي مش بالسن. مش بالسن. طب الناس هنا كلها في الكومنتات بتقول لك على فكره انت اللي اتشهرتي على، فهو طول عمره جدع معاكي. مين؟ على ناس كتير جمهور كله بينتقدك السوشيال. يعني في ناس كانت تعرفني من البدايه، بس انا لما طلعت مع عبده انا لسه بقول ايه، انا فعلا ما كنتش معروفه السوشيال ميديا. بس لما انا وهو ظهرنا سوا الناس حبت صوتي وصوته مع بعض. فالتعارف كان بينكم من البدايه كان مصلحه بقى، شغل وفيديوهات؟ لا انا كمان ما كانش طالع مني كمصلحه. طب انت بتوجهي له رساله بتقولي له ايه دلوقتي؟ لو كان طالع مني كمصلحه ما كنتش نزلت فيديو معين فيه. طيب ما صعبش عليا نفس اللي هو انت بتقولي لي ما تنفعنيش، وانتي ازاي تقول لي حاجه زي كده؟ يعني انت بعد وفاه والدي انا خدتك كان انت سند ليا واخ ليا واب وحبيب وكل ده كله. يعني انت حبيتيه فعلا؟ ايه اكتر حاجه اثرت فيكي لما سمعتي منه الكلام ده؟ صعب عليا نفسي قوي، اللي هو انا ايه ده، هو انا كنت يا راوي كل ده حصل فجاه بسبب كومنتات ناس جايه تلومني انا؟ طب انا ذنبي ايه؟ ما احنا دياد، احنا ياما سمعنا شتايم وسمعنا الفاظ يعني كتير قوي، كنت انا وهو بس كان برضو بيتقال نفس الكلمه، وكنا بنشتم سوا وبنتهز. طبعا طالما في حاجات سلبيه كان في برضو كلام ايجابي. منا مشاكلكم كنتوا بتحلوها ازاي؟ لا انا وعبد ما كانش في بينا مشاكل تاني خالص. انتوا سايبين بعض، انتوا واخده بالك؟ انتوا منفصلين دلوقتي. في البدايه بتكلم في الاول. يعني ما كانش في بينا حاجه ان هي تزعلنا او ان احنا نتخانق او الكلام ده كله. يعني لما كان بيحصل ساعات كده بس بنحلها بيني وبينه خلاص. ايه اللي حبيتيه في عبده؟ عبده يعني بعيدا عن الناس بتقول ان هو سنه صغير، بس عقله اكبر من سنه، اللي هو بتحس ان هو راجل او شاب كبير قوي كده في السن، بيديه نصايح واعملي كذا وبيغير من كذا وما تقوليش كذا واطلعي اعملي كذا، لا لبس مش عارفه ايه، لا كده في الحته دي. طب قولي لي يعني البنات بالذات عاطفيين قوي، هم يقول لك انا سبت خطيبي بتقعد 6 ايام جوه البيت وتعيط وتبكي، ايه اللي ما شفنا لك دمعه دلوقتي؟ لا بتكلم بجد. اول كام يوم بس سايبها بقى لك قد ايه؟ احنا دلوقتي كده في ثالث او رابع يوم اهو. اخر تواصل كان بينكم امتى بقى؟ يعني ايه اللي حصل في اخر حوار بينك او انت وهو في التليفون او وانتوا قدام بعض؟ هو اليوم اللي هو كلمني فيه. ايه اللي حصل بقى؟ هو بقى لما اتخانق معايا وقال لي مش عايز اعرفك تاني، وانت ما تلزمنيش، وانت اصلا انا ما استاهلش معايا،
ومش عارفه ايه. وفضل بقى يعني يقول كلام كتير كده يعني لغايه دلوقتي اصلا مش مستوعباه. اكتر كلمه وجعتك من هجومه عليكي كان ايه؟ انت ما قليل، لا الكلمه دي انت ما تلزمنيش دي، لو انت هنا من البدايه ان احنا مكملين مع بعض ومهما حصل انا وانت مكملين ومفيش حاجه توقفنا مهما كانت ايه هي، انا هفضل جنبك وهفضل سندك. يعني كلمه سندك دي كانت بتفرق معايا قوي، ان انت سندي فعلا، خصوصا ان انت يتيمة الأم. يتيمة الأم زعلانة منا حبتي بيقول في ايه؟ غني، عايزين نسمع صوتك. حابة تختمي بيه بقى؟ لو جاي في الرجوع انساني، شوف لك موضوع تاني، ارجع لي للذاني وعدي بيه، ما تقلب ليش في مواجع وقتك ده خلاص بضايا، مش ليا البنا في الشارع انا شايف.